هذا وأظهرت لقطات حصلت عليها أخبار الآن من مصادر عسكرية في قوات البشمرجة أظهرت تسليم 4 من مسلحي داعش إلى القوات الكردية خلال معارك منطقة النوران في سهل نينوى شمال شرقي الموصل. أظهرت اللقطات 4 من مقاتلي داعش وهم يسلمون أنفسهم إلى قوات البشمرجة بعد أن جرت محاصرتهم خلال معارك منطقة النوران في سهل نينوى شمال شرقي الموصل، ثم جرى نقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم. لا 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 لا